السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكل مشتركين قناة روح وريحان الخياطة والكروشية على اليوتيوب. مرحبا بكم البنات مشتركاتنا القدم، الدار داركم وبكم القناة راح تطلع. مشتركاتنا جدد ما تنساوش فعلوا زر الجرس ليسكم كل ما هو جديد، ومرحبا بكم معنا. ما تنساوش البنات لي جاموا لي كومونتير وتابعوا معنا الى الاخر الفيديو ونشوفوا واش خدمنا. ما عليك غير تجيبي قرعه تاع جافيل، هذه كيما نقولوا قرعه جافيل كتكمل لك، جيبيها وروحي نقول لكم واش راح تخدمي بها. كذلك نحتاجو كبه صوف، يعني اللون اللي عندك تي حابه تعملي به. نحتاجو كذلك المقص، في طبيعه المقص، ابره والخيط، نحتاجو قلم، نحتاجو هذا كذلك، والا عندك كيت جيبي الكيت افضل. نحتاج البنات مسدس الشمع، نحتاج فيش كرتون ولا كرتونه الى عندك، يعني ماشي اوبليجي ليك. نبداو البنات على الله. بسم الله البنات، هكذا نفتحها شويه، انا ما عنديش الكيت نعمل بهذا، نحلها كامل ودوك ننظفها البنات، يعني في الاطراف باش تكون شكلها جميل جدا. هكذا البنات نقصوا كامل هذه، نحطوها هكا على جهه، يعني ما نستحقوهاش. سي بون، نحتاجو قماش، مش اي قماش اللي يكون عندك جيبيه وروحي قابليني باش نخدمو البنات. يعني نبداو البنات على بركه، اذا كانت مازال فيها المخاوله نمسكيها البنات، نض فيها من الداخل. لاحظوا ها الشكل تاعها نظيفه، يعني هذا الجزء نقصوه هكذا هكا باش ما يكونش كامل هذا الاطراف. لاحظوا، نجيبوا البنات الكرتون اللي عندك جيبيه، نقول لكم واش راح ديروا، قصوا كامل الاجزاء. يعني نشوفوا على حسب، يعني احنا هذو الاطراف مش راح نحتاجوهم. شوفي على حسب الطول نقصي قماش اللي يكون متوفر عندك، على حسب دمجي ماذا بيكم البنات تدمجوا الالوان، يعني ماشي ديري لون وصاي. جيبوا كذلك هكذا، عفوا البنات، جيبي قلم، لازم تكون شكل، عفوا لازم يكون الشكل دائري نيشان هكذا، خاصه في هذو القارورات شكون تفتحيها يبدا هكذا. نقص الشكل هكذا، نقصوا من هذا الشكل الدائري، نقصوا نقول لكم البنات نقصوا ثلاثه، نستحقوا ثلاثه، يعني ماشي نفس الحجم، واحده على الاسفل هنايا وواحده الداخل وواحده برا. كذلك نقصوا هذه، عفوا البنات هكذا، هذه كذلك نحتاجوها، ما نحتاجوش نفس الحجم اللي يكون في الخارج مع الداخل. البنات ان شاء الله كامل تكونوا فهمتوا واش راني نعمل. نجيبوا القماش تاعنا البنات اللي رانا راح نعملوا به،
لاحظوا البنات فصلنا كامل القطع تاعنا اللي نحتاجوهم كذلك هذا، لاحظوا القماش كذلك القطعه تاعنا. نجيبوا مسدس الشمع، قلت لكم مسدس الشمع عفوا، راهي شغل يخسر لي الطابله، انا حطيته على هذا الغلاف تاع الاخر باش ما يفسدليش الطابله. نجيبوا واش نحتاجوا البنات، نبداو على بركه الله نحطوا كامل هذو على جهه باش هكا ما تغيبلكمش العمل واش راح نعملوا هكذا. هذا نحتاجو ايضا هكذا البنات، لاحظوا انا درت في اللون الابيض اللي حنوريكم حنعملها شكلها جميل جدا يعني البنات. الزيت مسخنش، لاحظوا البنات هكذا نبداو بركة الله هكذا هكذا مش مهمش، نديرو كذلك الجزء عفوا هنايا زدت القماش، يعني البنات دايما توازني في الوسط هكذا البنات يعني هكذا. يعني نحكم كاع من الجهات هكا باش ما يفسدناش القماش هكذا. نجو كذلك هنايا هكذا، بعدين راح نكملو كامل هكذا. يعني الاضاءه اللون الابيض مع عفوا هكذا نعملو هذه هكذا عفوا، نحاول ما نحطش على الطابله ولا يطيح لي على الطابله، ما دائما عندي مشكل معها. هكذا نجيبو هذا الجزء عندي، لاحظوا البنات شوفوا هذا الساتين شكله جميل جدا، يعني تعملي هكذا على الخط هكذا تجي هكذلك، يعني باش ما تكثريش البنات هكا يعني على طول، هو غي اماكن غادي يشد لك فيهم غايه هكذا هكذا. ديري هنا كذلك هكذا البنات، وزيدي ديري هنا هكذا هذا الجزء يعني هكذا. لاحظوا نجيبو كذلك عفوا الجزء الثاني كذلك، لاحظوا البنات الجزء الثاني هكذا، يعني هذا حنديرو حزيد نقص هذا الجهة راها طاشية لي. لاحظوا البنات عملت كذلك الجزء هذا الداخلي، حنجو نعملو هكذا البنات، نجو هنايا هكذا لاحظ هكذا هكذا البنات، لاحظ هذا هو من الداخل كذلك، راح نحطو عليه واحد الشريط هكذا
كانت دايما تخافني في الصبح، الصبح اصلا مش يحس بالسيف. لاحظوا البنات نقصوا هكذا 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 هكذا، يعني كامل الجوانب، ونبداو نلصقوا هكذا يعني هكذا. عفوا شغل عليه قصينا البنات، شغل باش ما تجيناش الشغل فاسد شويه. هذه نحطوها على الاسفل، لاحظوا هكذا الشكل تاعها. كذلك راح نجيبو نحطوها من هذو، كذلك هذو القطعتين لاحظوا، هذه راح نحطوها هنايا البنات. هكذا الآن لاحظي هكذا هكذا البنات، يعني هذا هي في الأخير حتكون جميلة جدا، يعني راح تبهركم. نواصلوا وتبنوا معايا حتى للأخير، جيبي كامل وش كل خطرة هكذا البنات. نجو هنايا لاحظوا هكذا، حتى هذه مع هذه هذه الأطراف هكذا هكذا البنات. تخليش كامل الروتوشات تاوعك يعني هكذا. عفوا حرقني مسدس الشمع، تزيدو هنا تكون خاصة سيدي هكذا. هو الشكل تاعها. نزيدو كذلك راح نعملو الجزء اللي من الفوق، نقولكم واش راح نعملو. نشوفو البنات، إذا كان عندك البونج ديري البونج، عندك لاوات جيبي لاوات، يعني ماشي مشكل، جيبي هكذا على حسب الدائرة اللي عندك، جيبي الكمية اللي عندك، يعني ماشي أوبليجي هاديك البونج ولا اللي عندك لاوات ولا بونج، جيبيه وروحي اعملي دائرة على حسب الدائرة هذي هكذا. هكذا البنات حطوا هذا كامل على جهه، شالوا مسدس الشمع ايضا نجوها هكذا. نعملوا هكذا البنات، نجيبوا الإبرة والخيط، نجيبو القماش تاعنا اللي قصينا على شكل دائره يكون شويه حجم كبير، ونبداو البنات نبداو نخيطو هكذا. خيطي بنفس اللون البنات على طول الدائره، على دوران الدائره يعني ليس طول، عفوا البنات هكذا. والله النتيجة تكون روعة يعني بنات، أنا بهرتني يعني عملتهم واني عاملة منهم، دايما نعملهم خاصة الأطفال البنوتات الصغار يبغوا هذه الأشياء. لاحظوا بنات جيبي هكذا هكذا
عفوا البنات نكبو هكذا. ايوه هكذا هكذا البنات، باش نحتاجو الجزء الكونف اللي من الفوق. عفوا الخير، هنايا العقدة تفتحت، نزيدو نكملو باش نزيرو مليح. نكملو عفوا، انا كي تاع لاصق تاع مسدس الشمع لصق لي فيه ظفاري، شو راه غابني البنات. ثبتي الخياطة جيدا هكذا، ثبتيها وبعدين قصي الخيط. ان شاء الله البنات تكونوا تسمعوا فيا غاية الصوت تاعي، دائما ننساو شو نقص الفوليم تاع الصوت تاعي. نجيبو مقص ايضا. لاحظوا البنات قمنا بخياطة كامل هذا الشكل، شوفوا هذا هو. نجيبو كبتنا تاع الخيط ونبداو البنات نديرو 120 لفة على يدينا، يعني ماذا بك احنا حنقصو جزء كبير، يعني ماذا بك ما تكبريش، ديري غير هكذا على يدك وبداي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. لاحظوا البنات درنا 120، نشو هكذا هكذا البنات. نجيبو مقص نقصو الخيط هكذا، نجيبو خيط اخر ايضا هكذا نحسمو البنات. نعاودو نلفو هكذا تعدي تحزميه ايضا هكذا. نجيبو المقص هنا نحزمو مليح غاية دوكا هكذا، تحزم 3 عقدات ولا 4. نبداو كتيله، نجيو هكذا نبداو ونقصو في الخيط تاعنا هكذا. حبيت اللون الاحمر، كي ديري اللون اللي يوالمك وكذلك البنات بالنسبه للون اللي يوالمك كذلك ادمجي الالوان، يعني ما تقدريش ديري لون احمر وبلاك القماش اللي درتيه الاخرى مش مناسب. يعني تقدري غير بقايا الخيوط، يعني بس ما تجيش بزاف. الشكل تاعها لاحظوا البنات الاضاءه شغل صانعه بزاف. شوفوا نبدل لكم لون الاضاءه باش يبان لكم غايه. شوفوا لاحظوا زيدوا واحد الخيط هنا، زيدوا كذلك نقصوهم هكذا،
لازم تكون شكلها متناسق البنات. ممكن نقول لكم واش غادي نديروا، عطينا شويه هذاك الكرتون اللي قعد لي نجيبوه البنات. نجيب هكذا نرسمو هكذا هاني وترسمي هكذا لي شكل لي يوالمك. نقصو يعني هي ذاك نموذج يعني انا ماشي كما قال لك محترفه في الرسم، يعني انا الرسم ما عنديش معها علاقه. هكذا نخدمو اثنيني هكذا اثنيني نفس الشكل، ماشي واحدة كبيرة على واحدة، لازم يكونوا كيف كيف البنات. صراحة نجيبو كذلك هذو ان شاء الله مسدس الشمع هكذا. هذه خليته سخن بزاف درجة راه يتبخر هكذا البنات. متقدريش ديري بلون هذا نفسه عفوا البنات، هكذا نحطوهم على جهة راح نزيد لهم عفسة واحدة اخرى. شوف لصق لي هنا نحطو هكذا يعني كامل هذا السوائد. هكذا البنات دوكا نقول لكم واش غادي نزيدو نديرو، نحطوهم هنا على جهه نقول لكم واش راح نزيد لهم. ندير لهم لون اخر مختلف يعني البنات. نجيبو كشرائط ساتان ولا لاحظوا البنات روتوشيت الاخيره يعني كما عودتكم هكذا. جيبي اي عندك جيبي على حسب يعني تيكاسي لي كولير تاعك هكذا هكذا. جيبي واش عندك حاشيه وديريها. انا حبيت ندير هذا الشكل يعني هذا كامل. نجيبو المقص نقصو البنات هذا هو. شوفوا كيفاش يقرا هذا هو. جيبوا كذلك هذو الاذنين اللي خدمناهم هذو الاذنات هكذا. جيبوا كذلك هذه ايضا هكذا. الا كنتي عندك دوك العيون تاع الدباديب ولا ما عندكش جيبي كذا غير دوك نقول لكم واش تجيبي. انا عندي ما عنديش هذوك العيون عندي. شوف شو عندي هادو لاحظوا شو عندي هادو راح نعمل بيهم الانف والفم هكذا يعني تي تكوني تعرفي واش راح ديري.
كده. المهم المكان المناسب، شو اللي هو الخيوط نزيله هكذا هكذا. هذه شويه مازال ما لصقتش غايه، نديروها شويه سداس الشمع هنايا. لاحظوا بنات، نجيبو نجو هنايا هكذا، لاحظوا بنات هذا هو الشكل تاعها النهائي. لاحظوا شكلها جميل. دوك نقول لكم واش غادي نديرو تاني. لاحظوا هكذا نحطوها، عفوا هكذا، لاحظوا البنات هكذا، هذا هو الشكل تاعها النهائي. كذلك راني صانعه وحده من قبل، كيفاش تحطي فيها؟ كما انا حط فيها الكروشيات التوعي، حطها كامل يعني، ولا تحط فيها اي حاجه، الاقلام لاولادك هكذا هكذا. شوف هكذا. كذلك عندي هذه شكل اخر باللون الابيض، درت لها دبدوب صغرون يعني مش كبير بزاف. شوفوا شكلهم جميل جدا. لاحظوا الشكل تاعهم روعه جميل يعني، كمشروع للاطفال مشروع مربح. لاحظي ما فيش بزاف صوالح، دبدوبات اصلا الاطفال جايبوا هذو الدبدوبات. شوفي واش نقول لكم البنات، ماذا بكم فعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. شوفوا الشكل تاعهم والله انايا عجبني بزاف. لاحظوا كشورة عندي بزاف هنا فوضى، نصبوا كاين صوالح مش راح نحتاجوهم حاليا. خليني نوريكم. شوفوا البنات هذا الدبدوب مسكين نيفو راه مبلى مغطيلو. المهم انتي الا حبيتي تعمليهم كمشروع هادو لازم لافينيسيو مليحه، وتكشولو تختاري الالوان شابين. كذلك هادو العيون تشريهم افضل. واش نقول لكم، فعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وماذا بكم تشاركوا القناه مع الاصدقاء وتفاعلوا كما نقولوا. هذا مشروع مربح يعني، انا درت نوعين من القارورات، كاين قاروره شويه حجم صغير وهذه حجم كبير، هي عملت منهم هذو اثنين. مهم البنات واش نقول لكم، الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شوفوا